قدمت مصر خالص تعازيها في وفاة وزير داخلية أوكرانيا وعدد من المسؤولين والمواطنين الأوكرانيين إثر حادث تحطم طائرة مروحية قرب كييف اليوم. وأعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن خالص مواساة مصر لذوي الضحايا جراء هذا الحادث الأليم، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. كانت العاصمة الأوكرانية قد شهدت مقتل 18 شخصا، من بينهم وزير الداخلية الأوكراني ومساعده الأول ومسؤولون كبار آخرون كانوا على متن مروحية تحطمت قرب روضة أطفال في منطقة كييف. وقال حاكم منطقة كييف إن المروحية سقطت قرب روضة أطفال ومبنى سكني ببلدة بروفاري على مشارف كييف، ومن بين القتلى 3 أطفال. وأشار مسؤولون إلى أنه لم يتضح بعد سبب سقوط الطائرة. هذا وشكلت السلطات الأوكرانية فريقا للتحقيق في ملابسات الحادث. هذا ووصف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الحادثة بالمأساة المروعة. وأعلنت الرئاسة الأوكرانية أن المروحية التي كانت تقل وزير الداخلية الأوكراني دينيس موتساتيريسكي كانت متجهة إلى الجبهة، وأنها كانت تابعة لجهاز الدولة لحالات الطوارئ. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا بديل عن تحقيق النصر في أوكرانيا، مؤكدا أن هدف موسكو من العملية العسكرية في أوكرانيا هو إنهاء المعاناة في إقليم دونباس. وأكد بوتين أن حل الأزمة الأوكرانية كان ممكنا بشكل سلمي، إلا أن غرور السلطات حال دون ذلك على حد وصفه. واتهم بوتين كييف بخداع موسكو أكثر من مرة، وهو ما أدى إلى اندلاع العملية العسكرية. إلى ذلك، أعلنت الرئاسة الروسية الكريملين أن كييف وضعت بنفسها تشريعات تمنعها من التفاوض مع روسيا. وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية ردا على سؤال محتمل بشأن احتمال التفاوض مع كييف إن القوانين الأوكرانية لا تسمح لها أصلا بإجراء مفاوضات مع روسيا. وكان متحدث الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أعلن في وقت سابق أن بلاده على استعداد لحل الأزمة الأوكرانية من خلال المفاوضات وتحقيق أهداف العملية العسكرية سلميا، مؤكدا أن هذا هو الخيار الأفضل. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حلف شمال الأطلسي الناتو بمحاربة بلاده عبر أوكرانيا. وقال لافروف إن ما يحدث في أوكرانيا هو نتيجة الإعداد الأمريكي لحرب هجينة ضد روسيا. وحذر لافروف من أن الولايات المتحدة تهدد الأمن في منطقتي المحيطين الهادئ والهندي، متهما الاتحاد الأوروبي بخضوعه بشكل كامل للإملاءات الأمريكية على حد وصفه. We'll be right back.
يواصل الجيش الروسي تقدمه نحو مدينة أفيديفكا في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، معلنا بذلك خطته لزيادة أعداد قواته للسيطرة على كييف. يأتي ذلك فيما أطلق الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي استغاثة عاجلة للغرب للإسراع في إرسال الأسلحة. أفيديفكا المحطة الثانية بعد بلدة سوليدار، حيث يقترب الجيش الروسي من السيطرة على المدينة الواقعة شرقي أوكرانيا مع اشتداد القتال، في وقت أعلنت فيه روسيا خطتها لزيادة أعداد قواتها مع خطة لإحداث تغييرات واسعة النطاق في الجيش في الفترة من عام 2023 حتى عام 2026. ووفق وزير الدفاع سيرجي شويغو، فإن التغييرات تشمل رفع أعداد القوات المسلحة إلى 1.5 مليون فرد، وتغيير التقسيم العسكري الإداري لروسيا. محاولات السيطرة الروسية على أفيديفكا تهدف إلى إحكام السيطرة على محور سوليدار بالكامل، وإحكام الخناق على قوات أوكرانيا، وقطع الاتصالات والإمدادات بين سيفريسك وباخموت. إلا أن قوات كييف ما زالت تسيطر على مدينة أفيديفكا، بينما ألحق القصف الروسي أضرارا بالغة بمباني المدينة. وعلى وقع هذه الأحداث، أعلن الأوكرانيون حاجتهم الماسة إلى معدات الرؤية الليلية من حلفائهم الغربيين، بينما من المقرر أن يتم استخدام 14 دبابة من طراز تشالنجر 2 البريطانية لمواجهة القوات الروسية في محور أفيديفكا وباخموت. التقدم الروسي دفع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إطلاق نداء استغاثة عاجلة للغرب للإسراع في إرسال الأسلحة، بعدما تكبدت بلاده في الساعات الأخيرة خسائر فادحة في دونباس، وبعد أن شنت موسكو عشرات الصواريخ على محيط باخموت. في الوقت نفسه، قالت أمريكا على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكين إن هناك مزيدا من الدعم بالأسلحة الثقيلة في طريقها لكييف. وعلى حذوها، تعهدت بريطانيا من خلال وزير خارجيتها جيمس كليفرلي بتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا لصد القوات الروسية ومنعها من التقدم. قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة سومي الأوكرانية ديمترو زيفاتسكي، قال إن القوات الروسية شنت 37 غارة على المنطقة خلال 24 ساعة الماضية، مما أسفر عن تدمير عدد من المنشآت. وأوضح زيفاتسكي أن القصف أسفر عن وقوع أضرار بثلاثة تجمعات. وفي سياق متصل، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمي دنيبرو بيتروفاسك جنوب أوكرانيا إن القوات الروسية قصفت بلدتين في منطقة نيكوبول التابعة للإقليم بالقذائف والمدفعية الثقيلة، حيث لحقت أضرار بالمنازل وخطوط نقل الكهرباء. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الولايات المتحدة بدأت تدريب نحو 100 عنصر من القوات الأوكرانية على استخدام منظومة باتريوت للصواريخ في قاعدة فورت ستيل العسكرية بولاية أوكلاهوما. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن تدريب القوات الأوكرانية يركز أيضا على تعلم تشغيل وصيانة منظومة صواريخ باتريوت. Of missiles from aircraft, from naval vessels, and from land. أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا عزمه المشاركة في الجهود الألمانية والأمريكية لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي صاروخي متطورة من طراز باتريوت، منددا بالقصف الروسي الذي استهدف مبنى سكنيا في دنيبرو. أبلغ المسؤول الهولندي الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقاء في البيت الأبيض بأن بلاده ستنضم إلى التحالف الأمريكي الألماني لتزويد أوكرانيا بالأسلحة اللازمة. Thank you again, Mr. Minister. We've had a great relationship with